السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أعمل وصفة جدا مميزة، وهي كيكة كريمة الكاجو، أو بالإنجليزي بيحكولها vegan cheese cake، وهي cheese cake ملائمة للنباتيين، ما فيها أي منتجات الحليب أو الجلوتين أو السكر الصناعي. وهاي الحلويات جدا مميزة وسهلة الصنع، وبتمنى إنها تنال إعجابكم. بداية للطبقة الكراست راح نحتاج لنص كوب جوز، نص كوب لوز، 7 حبات من التمر منزوعين النوى، 2 كبار من زيت جوز الهند. للحشوة راح نحتاج ل2.5 كاسات من الكاجو الني المنقوع من قبل بليلة، 0.5 كاسة حليب جوز الهند، 1/4 كاسة زيت جوز الهند، 0.5 كاسة ميبل سيرب الأصلي، 2 كبار من عصير الليمون، برش قشرة ليمونة كاملة، 2 كبيرة من الفانيلا، 1/4 كاسة من التوت البري من اختياركم. أنا هون مستعملة البلوبري والمفرز، وممكن استعمال التوت الطازج في حال توافره. رح نبدأ هلأ بالوصفة. بداية في محضرة الطعام راح نحط الجوز واللوز ونفرمهم فرم ناعم لحد ما يصيروا بهذا الشكل. بعدين راح نضيف التمر وزيت جوز الهند ورشة ملح، ونرجع نخلطهم منيح. لحد يصير شكلهم هيك. هلأ منجيب قالب الكيك اللي راح نستعمله، اللي لازم يكون سبرينج فورم، يعني القاعد تاعه منفصل، وراح أدهنه بشوية زيت جوز الهند من جميع الجهات. وبعدين راح أحط طبقة الكراست وأضغطها منيح، أوزعها بالتساوي وأضغطها منيح وأكون الطبقة الأساسية تحت بالشكل هاد، وراح أحطها على جنب. هلأ لتجهيز الحشوة راح نحط كل المكونات تقريبا الا التوت او البلوبريز. فراح ابدا احط الكاجو، الحليب، جوز الهند، زيت جوز الهند، الميبل سيرب، الليمون، برش قشر الليمون والفانيلا. واخلطهم في البلندر، شوي اقوى من الفود بروسيسور اللي كنت عم بستعملها قبل، لحد ما يكونوا يصيروا ملمسهم ناعم وطري سموث من غير اي تكتلات. وهلا راح اخذ جزء من هاد الحشوه واحطها كطبقه اوليه، تقريبا ثلث الكميه احطها كطبقه اوليه وافردها منيح بالشكل هذا. هلأ راح أحط 0.5 كمية البلوبريز وأخفقهم كمان مرة على الخلاط. بعدين بحط الطبقة اللي هي 0.5 هاي الكمية، بحطها كطبقة تانية وبفردها شوي شوي على كافة الجهات. وهلأ راح أضيف بقية كمية البلوبريز وأرجع أخفقها وأعيد نفس العملية. هلأ بس أتأكد إنه كل الطبقات مفرودة عندي بهذا الشكل. راح أغطيها بنايلون شفاف وأحطها بالفريزر لتقريباً 8 ساعات أو لليوم الثاني. هلأ قبل ما بدي أقدمها بطولها قبل بنص ساعة من الفريزة وبتركها على حرارة الغرفة لمدة نص ساعة. بعدين بقيمها من القالب وممكن أزينها بشوية جوز هند وكمان أنواع مختلفة من البريز. وبقدمها. هاي الوصفة جدا مميزة
وشبيهة التكستشر تبعها بالتشيز كيك، بس زي ما حكيت ما فيها أي من منتجات الحليب، وبالتالي هي ملائمة للنباتيين. بتمنى إنكم تجربوا هذه الوصفة وإنها تنال إعجابكم، وزي دايما ما تنسوا إنكم تشتركوا بقناتي، تابعوني على الإنستغرام وعلى الفيسبوك. مع السلامة.